فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا طلب أحد من جماعة المسجد طلب التوقيع على ورقة، يقول إذا طلب مني أحد جماعة المسجد التوقيع على ورقة فيها شكوى على الإمام بعدم حضوره، يقول هل إذا رفضت التوقيع أعتبر كاتما للشهادة؟ نعم، إذا احتيج إلى شهادة وأبيت فأنت كاتم للشهادة. أما إذا كنت لست متأكدا من هذا الإمام وما قيل فيه، لست متأكدا فلا توقع. أما إذا كنت عالما بذلك فتوقع، لأن هذا من إزالة المنكر اللي يتساهل في الإمامة ويتساهل في الصلاة بالجماعة، هذا عاصي، لا يجوز إقراره على هذا الشيء. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.